بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. آه على يا ابن آدم الفتى وشباب القبر كل يوم ينادي، يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي، يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني، يا ابن آدم تفرح وتفرح على ظهري وسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الجود في بطني، يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعيني وسترى ما يستمر في بطني. يا ابن آدم تسمع الحرام في أذني وستسمع الأهوال في بطني. يا ساحي يا غافل سيحملك أهلك وأخلاقك إلى تلك الحرب، سيدفعك مالك وولدك وعملك، سيرجع الكل وسيبقى العمل، ستتزوج الزوجة من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك، وأنت ينادى عليك، ينادى عليك، رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وإحنا الحي الذي لا يموت. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة مهما ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت، ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟